بكم، مرحبا بكم، لقائنا متواصل وإحنا أكيد أنا مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام، وغنمشيو مباشرة نرحبوا بالأستاذ محمد أحلمي أخصائي في التغذية. صباح الخير وصباح الصحة والسلامة. شكرا أختي سكينة، تحية ليك، تحية لفريق العمل وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك. إذا اليوم معك أستاذ غادي نتكلموا بطبيعة الحال على الهرمون الأنثوي، كيف ما تكلمنا على الهرمون الذكوري وعلاقته مع التغذية. كاين بعض الوصفات اللي للأسف هكا بشكل عشوائي، ديري هادي مع هادي كترفع من مستوى الهرمون الأنثوي، كتبرز المناطق الأنثوية، فللأسف كاين بزاف ديال البنات اللي كيرتكبوا جرائم في حق ذات ديالهم وتياخذوا هذه الامور هذه اللي كتكون عندها يعني ردود فعل صعبه على الصحه وعلى الكلي وعلى مجموعه ديال الامور. فهذا الهرمون هذا كيفاش يمكن نربطوه بالتغذيه ولكن بطريقه صحيحه ومدققه وتفادي المخاطر ديال هذه الوصفات العشوائيه وهذا الاعشاب بشكل عشوائي؟ نعم اختي سكينه، فعلا استمرارا الحلقات ديال يعني الهرمونات، وهضرنا على الهرمون الذكوري، واليوم ان شاء الله حديثنا غيكون على الهرمون الانثوي والهرمونات الانثويه. فذكرنا في حلقات ماضيه اننا ملي كنقولوا الهرمون الذكوري هذا ما كيعنيش انه ما كاينش عند الانثى، غير هو نسبه ديال التستوستيرون كتكون عند الرجل طالعه، شويه ديال الاستروجين، والانثى انثى لان عندها نسبه الاستروجين طالعه وشويه ديال 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 يعني التستوستيرون. فاذا اختلت كتختل المظاهر ديال الجسم كامله، وهذه من زعما سبحان الله، من الله سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. فباش نحددوا اليوم الهرمونات الأنثوية، مي كنقولوا هرمونات فهي عائلة، مي كنقولوا أستروجين، أستروجين راه بالجمع افيك اس ماشي أستروجين بوحده، لأن ما كاينش أستروجين، كاين أستروجين عائلة ديال الهرمونات، هي عبارة عن هاد الهرمونات هادية. بزاف الناس كيربطوها بالدورة الشهرية، كيربطوها بالخصوبة، هي فقط ليست فقط لهذا الشيء هذا، وهذه بعض الأخطاء المرتكبة. الهرمونات والهرمون الأنثوي والهرمونات الأنثوية هي الصحة وهي المرض عند الذكر وعند الأنثى، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو الحصة دي اللي ما تكون حصة داسي ماشي شوية، ما والله العظيم هي أنا بالنسبة لي هدية لكل أنثى فوق هذا الكوكب، حتى الرجل، لأن راه الأم دياله أنثى، الأخت دياله أنثى، والزوجة دياله أنثى، فهي هدية واحد بوكي ديال المعلومات. اليوم غتعرفوا المشاكل اللي كتعاني من الأنثى، والله العظيم إلا خرجتوا بالخلاصات ديال الحلقة ديال اليوم فغادي تكونوا خديتوا واحد، انا بالنسبه لينا من اجمل الهدايا اللي ممكن انني نهديها لاي انثى كتسمع لنا البرنامج الصحه والسلامه. اذا الهرمونات الانثويه والاستروجين اون جينيرال، علاش درنا هذه الحلقات؟ بناء على العديد من الامور انا بالنسبه لي كمختص في التغذيه هي مستفزه، منها استهلاك صلصه الصوجا اللي ولات دابا فين ما مشيتي، مش عارف شنو هي صلصه الصوجا، نهضروا على هذه من وصل الجانب ديال التغذيه. اذا الهرمونات الانثويه عند الانثى ماشي دوره شهريه فقط، ماشي حمل فقط، ماشي ولاده فقط، ماشي قدره ورغبه جنسيه فقط، لا، هرمونات الانثويه هي الصحه والمرض عند الذكر وعند الانثى. الهرمونات الانثويه عندها مستقبلات في العديد من الخلايا، العديد من الخلايا عندها يعني مستقبلات. بالنسبه لي انا عمليات التجميل وبعض الامور الترقيعيه بالنسبه لينا هي مظاهر في محاوله طمس هذه المشاكل هذه، في حين ان كاين مشاكل عميقه اللي خصنا نكونوا عارفينها واللي خصها تكون الانثى عارفها والذكر يكون عارفها. فهاد الهرمونات سميتها الاستروجين، عائله الاستروجين، عائله الاستروجينات هي عائله ديال هرمونات اللي كتكون عند الانثى. كاينه الاستروجين، كاينه الاستريول، وكاينه الاستراديول، اكثريه كتكون الاستراديول بلا ما تعقلوا على هذه الاسماء. اللي نعقلوا عليه شنو هو؟ هو ان هذه الهرمونات، هالنقطه الاولى ها هو ذاك المسمار الاول في النعش ديال بعض الاساطير، هو انه هذه الهرمونات هي ستيرويد، سون دي ستيرويد، هرمونات تصنع من الكوليسترول. فاش كتفيدنا؟ كتفيدنا في كل شيء، اولا صحه العظام، ثانيا صحة القلب، عضلة القلب،
التوازن النفسي، صحة الكبد، توزيع الدهون في الجسم ديال الأنثى، الخصوبة، الحماية من السرطانات. يعني الأنوثة الحقيقية كتجلى في هذه الهرمونات. أهمهم الأستراديول، حتى الهرمونات الأخرى مهمة، مي أهمهم الأستراديول. شكون اللي كيفرزها؟ وركزوا معايا هنايا باش تعرفوا الدقة ديال المعلومات اللي غنعطيها أنا، باش كومسا هكا الإنسان يكون على بال. تفرزها خلايا البلاسانتا اللي كتكون المرأة حامل، يفرزها المبيض، تفرزها الغدة الكظرية، يفرزها الكبد، تفرزها الكلي، وتفرزها الخلية الدهنية. نعم، تفرزها الخلية الدهنية، وغادي نرجعوا لها تفرزها الخلية الدهنية. هنا كيسميوها المصادر الأساسية، ما كاينش حاجة مصادر ثانوية. ما انت خصك تعرفي باللي مي توصلي لسن الأمل عندك الكدر، الغدة الكدرية، عندك الكبد، عندك الكلي، مهمة في سن الأمل باش أن الصحة ديال هاد الأعضاء تبقى، باش تعيشي هاد المرحلة هادي في مراحل اللي هي مراحل، فنعيشوا هاد المرحلة كما هي. هاد الاستروجين مالوغوزمون كاين العديد من الأمور اللي كنديروها، وخصنا نعرفوا باللي قلة الاستروجين، شوف الاستروجين الهرمونات الأنثوية دايرة بحال النار، عقلوا عليها، دايرة بحال النار. النار العافية كنطيبوا بها شوية، كطيب لنا، كتعطينا فونكسيون، كتعطينا دور، الى طلعت كتسبب لنا مشكل. علاش كنقولوا لا بوفيت، هذوك لي بوفيت شالور، هذوك لي بوفيت شالور شنو هما؟ راه لا شالور، راه الهرمونات راه نار، نار. يعني باش نشبهها انا يا هذا، هما ان الهرمونات عند الذكر ولا عند الانثى هي نار. الى عرفتي تقاد هذيك النار غطيب بها سلامات مزيانه، وغادي هي مهمه في الجسم ديال الانثى. لكن الى طلعت غتحرق الطاجين. يعني الى طلعت الهرمونات الجسم ديالنا سيعاني. باش كتطلع الهرمونات، باش كتطلع الهرمونات الانثويه عند المراه، حسبوا معايا شحال من سبب، غنوصلوا لواحد 17 ولا 20 سبب. واخا السبب الاول هو التخلي على الرضاعه، النقطه الاولى. وغتلاحظوا ان هذه الاسباب كلها عندنا في المجتمع، كي غيكونوا كي غيدير ما يكونش عندنا مشاكل عند الانثى، من السمنه حتى المشاكل النفسيه، حتى نقص الفيتامين دي، حتى نقص الفيتامين دي، حتى التكيس المبيض. وشوفوا معايا هذه الاسباب وانتم غتحكموا. اولا التخلي على الرضاعه، البشريه تخلت على الرضاعه بواحد الطريقه بشعه. التخلي على الرضاعه مجانا هكا، التخلي على اهم شيء في الحياه بشكل يعني يثير الاستغراب، كيفاش البشريه تخلت على الرضاعه. راه نقدروا ندوزوا موسم كامل في الصحه والسلامه كنهضروا غير على الرضاعه. فالرضاعه، التخلي على الرضاعه مشاكل الاستروجين. اخا كنعرفوا حنايا المراه مي كترضع العضله ديال الرحم كترجع للحاله ديالها، الجسم كيرجع للحاله ديالو، الثدي كيرجع للحاله ديالو، الجسم كيرجع لذاك الجمال الحقيقي. كنهضر على الجمال الداخلي، المراه مي ما كيكونش الجمال الداخلي كتبقى من برا غير كترقع، وهذوك اللي كيرقعوا كبقاو يرقعوا كبقاو، وكنكريو واحد الكوماس كبير بزاف. اخا ثانيا البلاستيك، الانثى مسكينه من كتزاد وهي عرضه للبلاستيك من داك البيبرون الاولى اللي كتاخذ. لاحظوا الجيل اللي جا من بعد الحرب العالميه، وهذا الجيل المظلوم، من اكبر الاجيال اللي ظلمات كيميائيا. هو الجيل اللي جا من بعد الحرب العالميه. البلاستيك، البلاستيك بنيتها كتزاد كيعطيوها البيبرون، غوبرو توكسيك لا للذكر ولا للانثى. علاش؟ لان الا مشيتو شفتو البيسفينول ا، البيسفينول ا، البي بي ا، دابا راه داروا لكم البي بي اس، سي لا ميم موليكولا. البيسفينول ا يشبه الاستروجين. اذا السبب الاول تخلي على الرضاعه، السبب الثاني البلاستيك. دونك كتبدا بالبيبرون، كتسالي بالاواني البلاستيكيه اللي كنعطيوها للدراري الصغار، فيها اي غذاء، ما يمكنش شي غذاء اليوم ما يكونش فيه يا دهون يا حميضي يا سخون. المادة الدهنية والوسط الحميضي والحرارة
كدير لا رياكسيون كونتينون كونتينو، يعني داك الشيء اللي كاين في البلاستيك كيدوز لك للماكله وبون شونس ماشي بون ابيتي. دونك السبب الثاني البلاستيك. السبب الثالث الهرمونات الغذائيه. هرمونات غذائيه انا غنهضر عليها اللي كتزاد في العديد من المصادر سواء النباتيه سواء الحيوانيه. رابعا الاستعمال ديال لي زوستخو بروجيستاتيف او لي بيلول كونتراسيبتيف على هواه، صافي خذ هاد لا بيلول وهادي وهادي. دونك هاد الاشياء هادي يجب ان نكونوا عارفينها. خامسا السمنه. علاش السمنه؟ لان السمنه مي كتزيد في الوزن كتزيد في الخلايا الدهنيه. الخليه الدهنيه براسها عندها واحد الانزيم سميتو الاغوماتاز يحول التستوستيرون الى استروجين. هذا السبب الخامس. السبب السادس قله الحركه. ولاحظوا هادشي اللي كاين في المجتمع ديالنا، 20 سبب ولا 17 سبب غنقولوا كامل كاين في المجتمع ديالنا. النقطه السادسه قله الحركه. علاش؟ لان لما كتقلل الحركه كنقولش الرياضه، انا حركه خصك تكون سميتو النشاط البدني، يعني خصك تكون نهارك انت فيه نشاط بدني. علاش؟ قله الحركه كتنقصنا من معدل الحرق، ومي ميكي نقص معدل الحرق كيطلع معدل التحويل. هادي عقلوا عليها، اين فوا ينقص لك معدل الحرق كيطلع معدل التحويل. تحويل شنو؟ داكشي اللي كتاكلو كامل الدهون، وبالتالي مي كتحول داكشي اللي كتاكل كامل الدهون الخليه الدهنيه عقلوا عليها عندها انزيم كيحول تستوستيرون الى استروجين. خا النقطه السابعه الحلويات، وغادي نرجع هاد النقطه هذه في اخر الحلقه. النقطه السابعه. النقطه الثامنه جوده الدهون. الناس اللي حيدوا لي دم، وانا هضرت لكم قلت لكم انا الهرمونات الانثويه كتصاوب من الكوليسترول، كنعطي الميساج الناس اللي مشاو حيدوا لي دم. خا جوده الدهون. تاسعا ارتفاع الانسولين، وغنجي وغندقق في هذه المساله ديال ارتفاع الانسولين، يعني الكيكه، الحلويات، المحلي في اتاي، المحلي في القهوه، المحلي النهار كامل، هذه الامور كامله. الخطوره الكبيره في النقطه العاشره الصوجه. الصوجه فيها الجينستين. الوغ الجينستين لي زوزو فلافون، الوغ ايزوفلافون جينستين، هادوما كونوا متاكدين بلي البريكه كنشعلوها في الخلايا ديالنا، عقلوا عليها بهذا المفهوم. النقطه 11 الغده الدرقيه. مشكل الغده الدرقيه، مشكل الغده الدرقيه كتعطينا مشكل مباشره في الهرمونات، واخا نتمنى المستمعين يكونوا كيحسبوا. الكول. علاش؟ لان الكول كي اكتيفينا الاغوماتاز. كاين دابا النساء كيسمعوا كيقولوا حنا ما كناخذوش الكول. لا وي، الناس اللي كياخذوا الفواكه من بعد الاكل يتكون الايثانول، واخا انت ما كتاخذش، حنا الحمد لله مسلمين ما كناخذوش الخمور، مي الكول ما كنقصدش بها انا غير الكول الخمر، لا، يتكون مي كتكون الخبز بلا خميره بلديه وعندك الكونديدا اللي كتعطينا لاسيتالديد ولا الكول الايثانول، ومي كتاخذ الفواكه من بعد الاكل. ولا لاحظتوا هاد النقط اللي هضرت عليها حتى لدابا كامله كاينه في المجتمع ديالنا، كي غيكون هاد الامراض ما غتكونش. النقطه 12 هي هادي. الوغ فيما يخص النقطه 13 واللي خصنا نركزوا عليها مزيان، هو العديد من المضافات الغذائيه اللي تضاف في معالجات اللي كتسموا ليكزينوستروجين، ومنهم كذلك المعادن الثقيلة. النقطة الموالية هو بعض الأنواع ديال لي شامبوان. بعض أنواع ديال الشامبوانات فيهم أستروجين مباشرة محطوط في الشامبوان، هذه ما يقولوها لكمش. أستروجين ديكزين أستروجين محطوطين مباشرة في هذاك الشامبوان، واخا باش نكونوا واضحين. النقطة الأخرى هي قلة استهلاك النبات. وقلة استهلاك النبات كيعطي قلة الهرمونات الاستروجين النباتي اللي هو جيد جدا غنهضر عليه، كيتسمى لي فيتوستروجين. زائد لو ستريس. الوغ لو ستريس انتم كتشوفوا يعني لو ستريس ولا شي حاجه اللي كنعيشوها حنا بشكل يومي. نمشي لواحد النقطه وعدنا نكمل فيما يخص الحلويات. الناس اللي كياخذوا المحلي كيطلع لك الانسولين، اللي كيطلع الانسولين غير كيطلع الانسولين في الحلويات، في الكيكه، في البسكوي، في داكشي مصنع، صعود الانسولين هبوط اللي كيتسمى سكس هرمون بندين جلوبين.
هاد الجلوبولين اولا هرمون الجنسي الحامل الهرمونات ديال الاستروجين ماده كتشد الهرمونات الجنسيه كتشدها باش ما كتخليهاش حره في الدم. هاد الماده هادي اللي كيتسمى الاس اش بي جي هاد الماده هي اللي مي كيطلع الانسولين كتهبط غير كتهبط كيطلع الاستروجين المحرر في الدم. مي كيطلع الاستروجين المحرر في الدم يدير لك لي بوفيت شالور بزاف في الدوره في انقطاع الدوره يدير لك الام الدوره الشهريه يدير لك لي زوفير بوليكيستيك يعطيك عقم. هادشي كامل هذا لما كتاخذوا هاد المحليات وهاد الامور هادي كامل. الناس اللي كيزيدوا في الوزن الخليه الدهنيه لما كيطلع الانسولين تتكون الخلايا الدهنيه قلنا تحول تستوستيرون الى استروجين وهنا الكارثه الكبرى. واخا هنا كنكونوا سالينا الاسباب سالينا يعني هاد الاستروجين شنو الدور ديالو نجيب جانب التغذيه وهنا ركزوا معايا بالجانب ديال التغذيه. في الجانب ديال التغذيه خصنا نعرفوا باللي كاينين استروجينات من اصل نباتي اللي ممكن اننا نستافدوا منهم لا سلبيا ولا ايجابيا. نبداو بما هو السلبي. الناس دابا كيمشيو عندنا اهم حاجه الصوجة والحبوب المغيره وراثيا. اسمعوني مزيان الصوجة والحبوب المغيره وراثيا القمح المغير وراثيا اللي ما كنديروش الخميره البلديه الشعير اللي ما بقيناش كناخذوه الصوجة اللي ولا دابا كيجي لكم في اغلب رخيصها الثمن ديالها بخس وهي اجون دو تكستور فيها دي زهرمون فيها نار هرمونيه خا. فهاد الصوجة ولا القمح المغير وراثيا ولا الشعير اللي ما بقاش الانسان كياخذوا هاد الحبوب المغيره وراثيا بما في ذلك الروز والذره. الناس دابا كيسولوني على الروز كيسولوني على الذره هادو المغيره وراثيا الذره الان دابا 99 ديال الذره 99% مغيره وراثيا شنو فيها خا. فيها واحد الماده سمحوا لي على هاد الشيء هاد المصطلحات العلميه ضروري نعطيها باش تعرفوا شنو كاين. فيها واحد الماده سميتها لازيغالينون. شنو هي هاد الماده؟ اسم غريب اسم مخيف خا. هي عباره عن ماده تنتجها بعض لي شامبينيون اللي كتسمى لو فيزاريوم كتكون في الذره الروميه وكتكون في الزرع الرومي وكتكون في الشعير الرومي وكتكون في الاغذيه المغيره وراثيا كتسمى لا زيغالينون. هاد لا زيغالينون تنتجها شامبينيون كيتسمى الفيزاريوم. هذا هو علم التغذيه راه هو هذا هو التراب خا. كاينه في التراب كتكون مي كتزرع الذره روميه الزرع الرومي شنو كدير هاد الماده. هاد الماده هادي كتمشي تقلد الاستروجين وكتعطيك امراض مناعيه ردوا البال كتعطيك امراض مناعيه لانها كتسبق المستقبل ديال الاستروجين كنسميو حنا ايمينو توكسيسيتي ديال الاستروجين كتمشي كتسبق له المستقبل. شنو كدير؟ كيكون داك بدايه الحمل كتضرب لومبريون كتمشي للجنين كتخليه ما يكملش. بعض الناس كيكون عندهم حمل ما كيعرفوش كيسالي في الاسبوع الاول وما كيعرفوش منين جا من هاد الذره ومن هاد القمح المغير وراثيا ومن هاد الحبوب ومن هذيك الصوجه اللي خديتيها في المطعم نهار خرجتي ستلت انت والاسره ديالك وخديتو لاصوص ديال الصوجه. هذاك هو اللي غيكون السبب في هذاك المشكل وكاين اللي مستمر لهم العقم بسبب هاد الاستهلاك هادي. واخا اكثر من هكا انه كيعطينا دي مالادي اوتو ايمون. دي مالادي اوتو ايمون علاش؟ لانه كيسبق المستقبلات ديال الاستروجين كيعطينا التكيس المبيض وكيعطينا السرطان الثدي. السرطان الثدي لا عند الانثى ولا 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 عند الرجل. واخا هذه حتى هي مهمه بزاف يكونوا الناس عارفين لان سرطان الثدي ما كاينش غير عند يعني عند الانثى حتى عند الرجل. وكيعطينا خلايا تشبه واخا كتسمى توميفاكسيون حيت كاينه فرق بين تومور وتوميفاكسيون. توميفاكسيون سواء على مستوى الرحم ولا على مستوى لي غلاند مامير على مستوى الثدي. ومن هنا كيبداو لي كيست ومن هنا كيبدا السرطان ومن هنا كتبدا لانفيرتيليتي ومن هنا كتبدا غياب الخصوبه من هنا كتبدا مشكل المشاكل الجنسيه والمشاكل ديال زياده الوزن والمشاكل النفسيه. هاد الامور كلها جايه من هادوك الامور من هاد الصوجا من هاد الشيء اللي كتاخذوا. علاش؟ لان تخلينا على لي فيتوستروجين الحقيقيين
كيتسموا لي كوميستون. هادو ما فين كاينين؟ كاينين في النافع، كاينين في الزنجلان، كاينين في زريعه الكتان، واخا زريعه الكتان، كاينين في الثومه، كاينين في القطاني، وكاينين في لي زولياجينو الوغ الفواكه الزيتيه. غير هو البلدي، الحاجه البلديه. الناس غايقول لك هاد نعم حتى هما ديزيزو فلافون وحتى هما دي كوميستون، ولكن هاد الاغذيه هادو على حسابهم سمحنا فيهم ومشينا لذاك الشيء الاخر. هاد الاغذيه الجميل فيها انها ادابتوجين، يعني ماشي كتطلع لوستروجين ولا كتهبطوا لي لوستروجين. المواد اللي كيتسموا هادو الهرمونات اللي جايه من النبات، كاين جوج انواع. كاين النوع اللي كديرنا اغونيست، كدير نفس مفعول للهرمون، وكاين اللي هي انتاغونيست، منهم هادشي اللي كنهضروا عليه حنايا. فالناس شنو داروا؟ اللي كيهم الناس كامل هو هادشي، هذا هو ان الناس تخلاو على هادشي بلدي، تخلاو على الحبوب البلديه، تخلاو على الفول ديالنا، ومشاو للصوجا، ومشاو للذره، ومشاو للشوفان، ومشاو هاد الامور كامله. في حين ان الانثى لي كوميستون لي زيزوفلافون اللي كيديروا لنا المفعول سواء اوستروجينيك او لا انتي اوستروجينيك، فين كاين؟ كاين في الحبوب الزيتيه، كاين في الثوم الثومه البلديه، كاين في الحبوب البلديه، كاين في الشعير، كاين في الشعير، كاين في اللوبيا ديال المغرب، كاين في العدس ديال المغرب، كاين في البيصاره ديال المغرب، واخا انا ماشي ديال الصوجا، واخا كاينه في النفع. النفع، النفع مهم جدا لالم الدوره الشهريه، مهم جدا الناس اللي عندهم مشاكل ديال لانفيرتيليتي، الخصوبه ما كايناش، هادو هما اللي في الاستروجين. سبحان الله اللي كتضبط لنا الاستروجين وكتضبط لنا حتى الكوليسترول، هادو كيتسموا ادابتوجين. زريعه الكتان، القرقاع، اللوز، الزريعه البيضاء، الزريعه الكحله بلا 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 ملحه، الحبوب ديالنا الشعير، الشعير فيه البيتا غلوكان رائع جدا، الحبوب فيها ليغنانات رائعه جدا، لي ليغوميناز اللي كنهضروا عليهم اللوبيا، العدس، الحمص ديال المغرب. هادوما هما الاغذيه اللي خاص يكونوا اصدقاء ديال الانثى في التغذيه ديالها، ماشي الصوجا، ماشي هاد لي شامبوان، ماشي هاد لي برودوي شيميك، ماشي هاد الامور هاديه، ولا العديد، اقول العديد من المواد المصنعه اللي ولات تضاف لها الصوجا. انا عطيت ما هو علمي باش نبقاو في اطار ما هو علمي. كاين بعض الامور اللي تخيف ما غنهضرش عليها، علاش؟ لان كاينه اجندات واستراتيجيات في الجانب ديال التغذيه ما الناس راه غيفهموهم. مي حنا بغينا الانثى تبقى انثى والذكر يبقى ذكر فيما يخص الانثى، الخصوبه ديالها، الحياه العائليه ديالها، لان الانثى هي عماد الاسره، والاسره هي عماد المجتمع. كاين معلومات كثيره مالوغوزمون ما بقاليش الوقت باش نهضر عليها، مي اللي غادي نقول، لا يمكن ان تشفى الا عندك مرض في نفس الظروف اللي خلاتك مريض. اذا شنو خصك دير؟ غير الظروف. باش تغير الظروف؟ اللهم اني بلغت، اللهم فشلت. مرحبا. مرحبا. وحنا اكيد مازال مستمرين معاك استاذ، غنمشيو نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا ناخذوا اسئله المستمعين، خليكم معنا.